هنتكلم دلوقتي عن رحلة اللون في النبات والنار، وهتعرفوا بعد شوية اشمعنى النباتات والنار اللي اتكلمنا عليهم، لأن الألوان الأساسية اللي احنا اتكلمنا فيها دي سبحان الله بتتحرك بشكل غريب جدا في النبات والنار. في آية بتقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان. يعني تخيلوا كده، المية اللي بتروي بيها الزرع مية ملهاش لون، مية شفافة تماما ملهاش أي لون، والتربة اللي بيطلع منها الزرع لونها إيه؟ لونها رمادي، عشان كده بنقول عليها رماد أو تراب، يعني لونها ترابي جدا، ملوش لا هو محمر ولا هو مصفر ولا هو مخضر، ومع ذلك بيطلع منه كل الدرجات اللي إحنا بنشوفها في الدنيا. فمن حكمة ربنا إن كل الألوان اللي إحنا بنشوفها في الحياة خرجت بسبب حاجات مش ملونة أصلا، يعني لا المية لونها، لا المية ملونة ولا التراب نفسه ملون. طيب بقية الآية بقى، يعني النبات بيمر بمراحل كده، إن هو بيبقى الأول بيطلع من حاجة مش ملونة، وبعدين بيبدأ يتلون بكل الألوان، وبعدين بيحصل له مشكلة بقى اللي هي إيه؟ لما بيكبر في السن وكده. ثم يهيج فتراه مصفرًا، بيتحول لدرجة الصفار الاصفرار. أي نبات لما بيوصل لمرحلة الشيخوخة بيصفر. ثم يجعله حطامًا، بعدين يوصل لمرحلة الحطام، دي مرحلة بعد الاصفرار وبعد الموت. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. طب هل رحلة النبات انتهت كده بعد ما بقى حطام؟ هي انتهت بالنسبة له كنبات، بالنسبة لأن كونه بقى نبات، بس هيبدأ رحلة تانية بالنسبة للنار بقى. معظم الوقود اللي بنستخدمه في الحياة، البترول والبنزين والجاز وكل الحاجات دي، أصلها نباتي أصلا، يعني هي كانت عبارة عن أشجار اتدفنت وتحولت لبترول في تحت قاع الأرض، وتحولت لفحم، وتحولت لمنتجات كتير جدا بنستخدمها الوقود. فمعنى كده إن النبات بعد ما بيخلص رحلته كنبات بيتحول لحاجة تانية اللي هي النار، وهنلاقي برضو الدرجات الألوان الأساسية في النبات والنار بنفس الترتيب بالظبط. الآية اللي بتقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآية دي بتفسر الفكرة للمرحلة اللي بعد الحطام بقى، بعد مرحلة الأخضر دي تنتهي هنستخدم النباتات كنار، وبعد كده الدرجات الأساسية بتاعت الألوان هتتحرك في النار زي ما اتحركت في النباتات بالظبط. بصوا كده في الورقة اللي احنا شايفينها دي، نسبة الألوان الأساسية اللي موجودة في الجزء المخضر قوي ده هنلاقي بالترتيب كده: أزرق كتير زائد أصفر زائد أحمر قليل، ده تكوين الدرجة دي. طب لو النبات كبر شوية في السن هيحصل له إيه؟ نسبة الأصفر هتزيد، وبعدين نسبة الأزرق هتتراجع. طب بعد شوية نسبة الأحمر زادت، وبعدين نسبة الأصفر والأزرق تراجعت، وبعد كده بيحصل له إيه في النهاية لما بيموت؟ بيرجع تاني شبه التربة اللي هو طلع منه، بيوصل للون الرمادي الحيادي البني اللي هو المذر كالر، اللون الاساسي اللي في الاخر. يبقى ركزوا معايا كده، مش الاحمر ده والاصفر والازرق هم نفسهم دايره اللون؟ مش دي الثلاث الوان الاساسيين اللي احنا اتكلمنا فيهم؟ فما فيش الوان تانية، هم بس الثلاثه الاساسيين وبيتحركوا جوه الورق. طب الموضوع ده بيحصل جوه الورق ازاي؟ بيحصل ان في مصنع للصبغات دي، يعني في صبغه ازرق وفي صبغه اصفر وفي صبغه احمر، حسب الجو اللي النبات عايش فيه وحسب عمره وحسب حاجات تانية، مؤثرات كتير، بيبتدي الصبغات دي تتحرك بنسب معينة. عشان كده بنلاقي نسبة الأخضر موجودة في أوقات، الأصفر موجود أكتر في أوقات، الأحمر موجود في أوقات، ولما التلاتة بيتساووا أو بيفقدوا تماما بيحصل إن اللون بيتحول للون التراب. بصوا معايا كده في اللون ده بتاع التربة نفسه، مش اللون ده هو نفسه اللون الحيادي الرمادي اللي حصل جمع الألوان المتقابلة مع بعض أو المكملة؟ فهي نفس الفكرة، زي ما بنكون الدرجات الملونة كلها من اللون الرمادي ده، هو نفس اللون الرمادي ده هو اللي بيكون لنا كل الدرجات الطبيعية بتاعت النباتات اللي احنا بنشوفها. طيب تعالوا كده على الصورة الشمال، ادي نسبة الأزرق أكتر، بعدين الأصفر، وبعدين الأحمر، هي كأنها دايرة اللون بالظبط. وأول ما الورقة بتموت بتوصل للون ده، اللون الترابي أو الرمادي. برضو في السهم اللي في النص عندنا أزرق كتير فوق، وبعدين أصفر، وبعدين أحمر، هما التلاتة الأساسيين. برضو دي عندنا أزرق، عندنا أصفر، عندنا أبيض، يعني الألوان كلها فقدت تقريبا، وبعدين ابتدت تحمر، وبعدين رجعت تاني للون الرمادي. طب لما النبات بيتولع في النار بقى بيحصل إيه؟ بصوا كده للنار، مش عندنا برضو الأزرق أهو والأصفر والأحمر، هما نفسهم التلاتة الأساسيين. طيب درجات النار دي بتحصل ازاي؟ كل ما بنزود درجة الحرارة والتسخين كل ما اللون بيتغير. عندنا أضعف درجة حرارة اللي هي درجة الأحمر،
اللي هي مسميها إضاءة الشمعة، زي لو أنت فنان وبترسم على إضاءة شمعة هتلاقي لوحتك كلها محمرة. فلازم تبقى عارف يعني، ممكن كمان من خلال النظرية دي تعرف اللوحات اترسمت في وقت إيه. يعني لو شفت فنان رسم لوحة كلها محمرة لاندسكيب مثلا، تعرف إن هو رسم وقت الغروب، وقت ما كانت الشمس بتغرب، لأن تأثير الأحمر كتير جدا. لقيت الإضاءات كلها مبيضة، تعرف إن هو كان بيرسم في عز الظهر الساعة 12 وقت ما كانت الشمس عمودية، وهكذا. فعندنا درجة الأحمر أضعف درجة، وبعد شوية درجة الأصفر أقوى، بعد كده درجة الأبيض. وبما إن النار ضوء، هنلاقي إن اللون الأبيض موجود بشكل صريح، لأن أنا بتعامل مع ضوء دلوقتي، ولو كل الألوان تساوت بتديني الأبيض. يعني لو كل الألوان تساوت على الباليتة هتديني الرمادي. لو كل الأضواء الحمراء والزرقاء والصفراء والخضراء كل دول تساوي هيديني اللون الأبيض، اللي هو أصلا لو فككناه بيطلع لنا كل الألوان الضوئية. وبعد كده عندنا النار اللي لونها أزرق، دي نار قوية جدا، وبعدين النار اللي لونها بنفسجي. وهنشوف درجاتهم دلوقتي عاملة ازاي. بصوا بقى، عندنا أول نار خالص ضعيفة جدا، اللي هي النار الحمراء اللي درجتها 1800 درجة مئوية. النار الصفراء شوية 4000 درجة مئوية. النار البيضاء اللي جاية في النص، اللي هي المفروض يعني متوسطة ومع ذلك هي قوية جدا، 5500 درجة مئوية. بدأنا ندخل في الأزرق 12000 درجة مئوية. دخلنا في البنفسجي 10000 درجة مئوية، درجة رهيبة جدا. احنا بداية من النار البيضاء بنبتدي عينينا اصلا ما تقدرش تبص للنار دي. لو في حد بيلحم لحام الكهرباء ده، بتلاقي عينيك لقطة النور من مكان بعيد جدا، ومع ذلك بتأذي عينيك. فما بالك لو اللهب ده لونه ازرق او بنفسجي. وفي فعلا نار لونها بنفسجي بيقطعوا بيها المعادن التقيلة وكده، بيبقى ملبوس لها نظارة مخصوص عشان ما تأذيش عينيك والشبكية وكده. طيب يبقى اقوى نار عندنا لونها بنفسجي، واضعف نار لونها ايه؟ احمر. طب هل في نار اقوى من البنفسجي وفي نار اضعف من الاحمر؟ موجود، بس احنا مش بنشوفها، لان هو ربنا حاطين لنا حاجز كده، ما ينفعش عينيك تشوف اكتر من البنفسجي، ما ينفعش عينيك تشوف اقل من الاحمر. تمام. طيب الكائنات اللي بتشوف اقل من الاحمر ايه؟ الحيوانات بيشوفوا الاشعه تحت الحمراء، هم سموا اللون اللي تحت الاحمر اشعه تحت حمراء، لان هم مش عارفين شكلها ايه، لان هم مش بيشوفوها، البشر مش بيشوفوها. طيب اللون اللي فوق البنفسجي سموه ايه؟ الأشعة فوق البنفسجية. طب هل احنا بنشوفهم؟ ما بنشوفهمش. طب تخيل كده لو احنا كبشر بنشوف الأشعة تحت الحمراء، هتبقى بتشوف بالليل، هتبقى مش بتعرف تنام بسبب ان انت شايف كل حاجة، حتى لو النور مطفي بتفضل شايف، لان الأشعة تحت الحمراء دي هي درجات الحرارة الطفيفة جدا اللي بتخرج من جسمنا او جسم الحيوانات او الكائنات الحية عموما، فبالتالي هتفضل شايف حتى في الضلمه، ودي هتبقى حاجه مزعجه جدا. طيب الاشعه فوق البنفسجيه بنشوفها ولا لا؟ الاشعه فوق البنفسجيه هي الاشعه الضاره اللي بتيجي من الشمس، الاشعه دي بتوصل للارض بس احنا مش بنشوفها، وممكن تاذي عينينا لو احنا بصينا بشكل مباشر للشمس، ومع ذلك مش هتبقى شايفها بس هتاذي عينيك، فهي موجوده فعلا. تمام. طيب تخيل بقى النار اللي هي بعد البنفسجيه دي قوتها هتبقى عامله ازاي؟ هي بتأذي عينينا ليه؟ لان درجه حرارتها شديده جدا، فبالتالي بتأثر على الشبكيه والنظر وكده. في حديث بيقول أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، بيوصف نار جهنم يعني، والوصف صحيح جدا بغض النظر عن صحه الحديث اللي فيها ضعف شويه في بعض الاسناد. ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت. لو لاحظوا معايا الترتيب كده، النار الضعيفه لونها احمر، النار الأقوى شوية لونها أبيض، النار الأقوى جدا لونها إيه؟ أسود. طب يبقى معنى كده إن الألوان اللي فوق البنفسجية لونها إيه؟ لونها أسود. طب هل في أدلة على الكلام ده؟ يعني معنى كده إن نار جهنم لونها أسود. في أحاديث تانية كتير صحيحة وصفت جهنم بالسواد، إن هي لونها أسود. طب اللون الأسود موجود فين في الدنيا؟ موجود في الشمس، في مناطق في الشمس بتتحول لدرجة السواد دي، درجة الحرارة بتعلى جدا وبتتحول درجة السواد. الثقب الأسود، الثقوب السوداء دي بتبقى عبارة عن نجوم وبتنفجر على نفسها. متخيل نجم كبير جدا مولع لما بينفجر على نفسه هيحصل إيه؟ هل درجة حرارته هتقل ولا هتزيد؟ هتزيد جدا. فعشان كده لما جم بصوا عليه بالتلسكوب ما شافوش حاجة، شافوا فراغ أسود، عشان كده سموها ثقوب سوداء. فهل هي ثقوب فعلا؟ هي مش ثقوب. لما جم قاسوا الكتلة بتاعتها لقوا ليها كتلة ضخمة أوي، والكتلة دي كمان لما حد بيقرب منها بتمتصه وتشفطه، فبالتالي انت بتتكلم مش في فراغ، ده مش فراغ نهائي يعني، دي كتلة كبيرة بس احنا مش شايفينها.
لان احنا عينينا محدوده جدا، بس الاجهزه بترصد الكلام ده، بترصد ان في كتله وفي حاجه قويه جدا موجوده في الحته دي، وسوداء لان هي مجرد فراغ بيشف اللي وراه وخلاص، فاحنا مش شايفين هو ايه، فعشان كده سموها الثقوب السوداء. بس الثقوب السوداء دي عباره عن نار فوق بنفسجيه لونها اسود احنا ما بنقدرش نشوفها. عشان كده احنا مش بنشوف الجن والشياطين، لان هم مكونين من الالوان اللي بره الطفل المرئي.